لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليالكسو الدوادة مؤتمر كيس ديداد أي سوق من قابيين مركز توفيق إسلامي سنتر مانتا وآمالنتي السدحاد محاضرتنا ومدي السدحاد عوانك محاضرتنا وقيبتي لبات تطارك وحينوسو جين دونا شيخنا شيخ مصطفى إسماعيل فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن درس كهرة وحن قصات المامني الدولة الخوارزمية هي تتارك تقالدي دحمري وحن صوت المامني إن دولة دع أي دنتي مدحوينها دينا وبحصدي كدبنا وكو قيريو دي جزيرة دي راكو دحتالة بحر غزوين وحي نصام الرأي مقالو ينكي باريقا حيقاي واوينا سيبا بخارة يا سمرقند يا وحي كاق ددوا وتتاركو أي قعان تمريين وحين هذا يسكو دي دونا بل إسلا سنت كاسي لح بغول يتدوية تبانكي هجرية دا ورنتي أها سنت كي وقو عجب بدنا لين تا مسلمين تا مركا الله ايغو تاريخا هوري إن إنو دول مرة عبار دولة دي أو بلا مدحة مغالو ينكي أو عيدة مدي چبين إيو جنكس خان وحا وكيالي دولة تان لبدا قبل وقوة وينا وحيا هايين قبل كالايدا خراسان هي قبل كالايدا فارس أما أنا قبل كالايدا خراسان فارس وأوصال نغندونا هي قبل كخوارزم خراسان وقبل كويا له وقوي أفغانستان هي بريغا إيران انت اصلا الله يسقدره اي تاريخ دي مسلمين تهري لو يغاني خراسان وحكويا اللي مقالوين ووينو عانا اي كم اذا هيد بلخ اي كم اذا هيد مروة اي كم اذا هيد نيسابور اي كم اذا هيد هرات ومقالوين انت بضنا مغشان فلان النيسابوري امام مسلم وكله اما فلان المروزي ورير مروة اما البلخي مقالوين كاسي وحي هيد مقالوين وانوين ومسلمين تا دول كي دقنايينا إلا لغا سيو قادو غزنة دولة الغزنوية دول كي جوغي چرتايا غزنة وكابول هوستي دا إلا بغول يكون تو كيلومتر بك هوستي سا خوارزمنا ومقالو دي سمرقندي عن شيغي نبي باري كسي حكتا يدو مركا أما باني داه دا قلبيد وقوي بي كحكتا قلبيد وقوي أي سمرقندا كحكتا وحانا مرا وبيجا جيحون لو يغانو او بركاسي هادا دح مرا لبنان دولة دو دي اوزباكستان يا تركمانستان لايد هذا جنكس خانو حكو تلقى لي انو بلشدا مدح دي دون تي بركو هرب بغق لي سيان عيدنا باوغو هري منين دبتنا صدح كوحود او عيدنا مدي سكترسن ايو كلا ديري صدح دا كوحود كوح وحو ديري إقليم كالله يغانا فرغانا فرغانا وقبل كوكو حيكا تشاينا مركاسي الدولة الخوارزمية دورية تبن دولة دودو إمي كتشيرة أيا اللي سكو أورين شري دانكا جاينا حدود كالالا هيد دانكا عراق بي حدود كالالا هيد دانكا سارة قوقاز أوردن بي هيستي دانكا هوسانا إلا سند بي شوكتي وبيغا سند مرة وباكستان وبيغا دح مرة
باكستان قيبتي دا كونفوريدا كرمان ليدا هدية وحاصور دا من الدولة دا ما كترسان مركوا الدولة آدو بلاران سيهد دا وحن شوقنا قيبتي دي ساري وآه نولكي بورالي دا ها نولكي برواقة دا بدنا نولكي دولة دا كوحوك بدنا قيبتا ساري مركا ينو شوقنا كوح دا كواد وحود دي ري مقالة دا ليدا دا فرغانا فرغانا وزا باكستان بيكو تالا ومقالو ينكا مركا يدي اترار با وقوحي دانكا تشاينه شام بقول أو كيلومتر با مركا بري لوغا كعيا سمرقندا وماشي ومركا وچوغو دوقي جنكس خانها كوح لباد نوحو ديري مقالة دا ترمد إمام الترمدي ترمد 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 انت بواي واخريان إمام الترمدي مقالة دو كيمي ويان صاحب السنن كا ودن كان هذا أوزبكستان ليدا دي كتالا وحو كالو ديري iyadoo 100 kilometir oo qoray koonfur ka soo xigta Samarqandada markay aanu joogno wuxuu kala diray koox kale oo qalcad weyn oo club la oran jiray oo qalcadii ugu waaweynaa ee Nahru Jooxun ku yaalaya saddexda firqadood buu diray saddexda meelood buu kala diray saddexda meelood ba dadkii ku noola waa shacab dhulka lala simay ragii waa la laayay dumarkii waa la doonsaday عرورتي كذلك وحكستو او كتشري وترتري وكا او تلمام ايوه ان رواة التاريخ ذن كم مدبا وحلي وحيد هذا بيقول ان التتار لا يرتوون الا بالدماء ولا يسعدون الا بالخراب والتدمير وانهم لا يهزمون بين هذا تتاركو كما هراد بيلان ديقا مويان وديق يعبو waxay kala ku sifeynayeen liibaanta iyo farxadda iyo baraadaha iyo sareedada iyo barwaaqada waxay gaadhaan marka uu umad la halaagay la tirtiro yaani waa jowkooda waa ciyaartooda iyo faraxooda iyo reyntooda iyo sareedada iyo barwaaqadooda waxay helayaan marka ay dad tirtiraan ka saddexaad waxay dhaadeen waa ciidan aan la jabin maxaad u malaynaysaa shacab رسالة اللي قارسين يا إنو عاطهي دولة دي سرنا إدنتي جنك قصاص عيد ما دي سمركا وحي سوى قلين مركو يصدح لها مقالة سوى بابيين دادك اللي ودا بغا قلي ايا وحا الله سوى كعي أفغانستان وغوي قيدة ونول كان طاچي قد دقان وحا الله سوى قبطي مقالة اللي دادا بلخ بلخ مركا إما دان وحان هر الله أرق باي سمايين لكن دم باي كالهاي reer balxway u soo baxeen waxay ka dalbadeen amaan magaalada inay nabadgelyo ku soo galaan dadkana ay nabadgelyo siiyaan lana ogol yahay inay dawladda tatar ku meesha soo gasho amaankii buu siiyay dabeetana wuu dhaafa wuxuu tagay magaalo kale oo waqooyiga afghanistan ku taala oo taalaqaan la yidhaahdo taalaqaan iyada markii uu tagay waa dhul qalcado waaweyn leh xusuun tiro badan leh dabeetana way istifaaceen dhowr bilood buu go'doomin ku hayay dhowr bilood kadib waa la jabsaday wixii rag sheegan jiray wuu gumaaday dumarkii iyo caruurtiina farsamadiisiibuu ku isticmaalay uu soo dhaafay wuxuu yimi magaalo loo yaqaano Marwa Marwa markii uu soo galay waa magaalo weyn Marwe oo Turkmenistan ku taalla balakhta inu markaa sheegayna uu cahdiga siiyay 450 kilometir ayay galbeedka xigta magaaladaas uu soo galay magaaladan markii uu ku soo socday reer balkh buu soo maray qoladii uu ammaanka siiyay wuxuu idinka ammaan baan idin siiyay laakiin bishart way la dagaalgalaysaan waynu wada duulaynaa mar waynu ku wada duulaynaa marka ammaankiinu saasuu ku sugmaya dadkii waa iska baqeen waa aqbaleen أحد الكتاب راغب السرجاني باو حولي رير بلخ مركز تو مسلم كلا شبينا يوم سيدان باو نغمي شرين بلخ وماشي من كان حالا إذا دا لما ميلود عصر كان إنو نول لحي قال دا عاويي أيا أها تاريخ دي تطار كان لما دي كوحو دا عاويي قولا وكردي دا وغوي عراق دكته
تتارك وي سو عاويين دغالكي بغداد يا دولكا لوغو قبسريرا وي كاسو قايب غالين وي نو ايمان دونا قولنا وغويغا افغانستان قولا دا جوكتا لابد قولا هادا مرايكن كسو عاوي يا تتارك مركان عاوي وحالا يدا هادا رر بلخ وحي راعين تتاركي دغالكي لغالين عيدان بلادان او هوغامين ايا جنكس خان ويلو دالاي ايا مروه سو قبطي رير مرويه وحي قوان سادنين اني سديبين ديررنا اني قلان داد كو دي باي موبالايس كريين لابا بغلو كون داد قاد ايا او عيدان اي كدقين باي دابد دو قصو سارين نين كان ان دابد دسكو حالي لا ليدي دابد دا مدل ليستيلي دقال كي عبار بو سعودي مسلمين تواس صبرين تتاركينا واو صبرين والله سقو ماضي أخيرا ولا تشبية غلط المسلمين تاهي وهي نفسيات كدتك المسلمين تاهي وحبكو تشرد تتاركا وجيش الأحمر كي يورجرين ليس مهرتاقو ليس مهرتاقين واتشبين وقع رهيبة بعد عي مسلمين تي لبدا بقالة كنا ها انتو دي وقبض نيدو ولا لايي باقينا محابسنا ما الله قبصدي إن يرمو يعني كدبنا مقالة دي مروال لوردن شري أيا الله قدومي حصار لغو سمي أفر ما المود مركي قدونا حيد أيو إنا جسك إنا جنكس خان وراقو قري ننكي قائد كمقالة دا كاها وحولي ينيو وحي دعي دعي هدا أن نبتقليك على صحيحانو وحانا دنسينا يا مقالة دي نتن أمان بشرط أمان كان كسين أيه وحن ربعين إنه كلا صحيح أنه أتصاب بحضو أين وضع هذا الله نكى مقالة بضع هذا كاهار نكى هو أقبلي مردي مقالة لقى جور يعين كان أمان لبحين أيه دقال كنا وكو قدادي هاي وصاب حي وأويمي مركي أويمي إن الجنكس خاموح فري إن سد بغرض الله سودويه وحل سمييه سود وين وين حفلة بلوس ميي نكي مدح ذهب ماشي يمي والله احترامي والله ما موصي كدي من وحده وحا عن ربا هشيس كاين ودقل انه ان دت كاجي ووين انا كالا قيب غلان اسلام مركانا دي دولة وين بانو هادا نهاي او دولكي كتالين اي سي ان انو دت كي مقالة دا اما دقيدة ها اما دولة دا سراكيشي دي سرا اما وحاكن وحي نو شقين كاري دي شقا قابان كارانا انا نو دوران نو هشيس كاوة دقال الله ايان دونينا مركا اديق واكو سيودة وينين نوكو دو قيدي يو هي الكي مغالا دا نو كير دي بو لابتاي وحو ياري داتكي مدح داها داتكي سيغا كاك دنوا داتكي وايا وحو بلان قادا ينو دول سين دونا ينو مامول كاك قيب غالين دونا ينو داد ليس مهما نقون دونان نكي مقالة ده مدح دكا همار ودب ودد كي يقول لابتاي وحو كاني وحي مقعية ما مسكولة ها مقالة ده ماركي ودد كي سو أروريي وسو دوين تي لو سمي يماشي يما دين إنا جنكس خامو حو أمر كو بحي دمان تو دين لحرو دمان تو دحاري قال لو تشي دي دبتن وحو دي لما سؤالو دو قراري دا كربا مقالة ده وحي مالقبين ليسكو دو قرأ وحي فرسما يقان التكنيشن حرفديها ناس صناعيننا ليسكو داي سمايا وحالو قري مقالة دا وحي دادو حيست دقنا اما القمينها وحكالو الله قري مقالة دا وحي شوغي فرسما يقان انت اسمار كاي دعضي مقالة دا بدح دي دين الله هيو اسكرت دي دين هرلو سؤال لايه وحي دي مقالة دا لغا صوبحو داد كوردن هلو يارو داد كوردن بالله سوغو ياري markii umad oo dhan la isugu yeeray buu kursi dahab ah meel loo dhigay weena Jenkins Khan halkii buu fuulay awaamirtan soo rogaya buu yiri hadda amarka koowaad wax allaaliya wixii madaxa shacabka hortiisa ha lagu bireeyo buu yiri wixii madaxa ahaay oo dhan dhagta dhiga loo daray waa la gowracay inta kadib buu wuxuu yiri wax allaaliya wixii farsamo yaqaana قراقورم هلو درو قراقورم هو عاصمة دي منغولية مركاسية تتارك اللغة تلنهي عالم الإسلام إيجا تكنولوجيا الدنيا دا مركان هو قامين إيجا فرصمة دا اللغة دا بها إيجا وحالاليو
ودقالكي لباد جيرماني مركي لشبيه وحي لغو سمييه وحلالي وحي وحاقوانا هانا وحي ده هلا ديرو فرسما قرن ايه وحلو ديري قرقورن بالو ديري وحصو هاري وحي مال قبينة وحي مال قنابنا بو يري ايه وين لا تورشر قرية إلا انت كعدين ايه وحي خسند مقالة انت اللي ماشا يتالو وحي تاجر هانا وحلقو قري قرع الله دري يتمسته واحي أدوني هيني ينا واشيغي مقالة ابو يدي عيدان كو حقلو وحي وحفي عن ثمينة شي قيمة لي يالا العق يالا دهب يالا وح قرح لي يالا وحاسو دين مقالة ده هلقا صوق قرابو يدي عيدان كي مقالة ده يقالين وحي وح قيمة يالا يوردن بل صوق قرأ صدح مال مود أيال لقرية مقالة ده وحي يالا واسكرت شقك لهينين وحي مقالة ده النفل يالا إن لا أروريا صدح مال مود بل قرية بالايدا حتى قريتان كو وحو قاري بايدا هدان بقر هرا بقر رضي مسلمين تكامي دو سنجر لورن شري أيو يدي حباشي سهل قضاء سنة دهب يو حمبا ملاكو شري حتى بقر كي سنجر لورن شري حباشي سوال قضاء إياد الله بادي دون أيو وحون إن لهلي كرو انتا سمركي اي دعضي مقالة دا وحي هنتي ليرا لقاطي ايو امركي كما دمبايستا بحيي وحي يدي مقالة دا نوين الله دقالمتي عيدان بانا ينغو سو صارتي وما انتا لقب بلابو هل الله يدمانتود حسور رقي قانون لبادو آدد كا مقالة دا چوغو دا نل الله يو مقالة دا دمانتد بالا دليبا للي ابن الاثير في كتابه الكامل وحليه هي ان جنكس خان وحا امر كبحيه مركي دتك لا ودا لايه ان ميدك لو تريه بو يري دبتنا ميدك با لا سو تريه تردي ميدك وحو نقضي بو يري 700 الف قوب قره لا ودا دغاي 700 كن اوقف وهل مقاله دغن يعني واحد كفكرتا عواصمتي دنيد دول كاس هي هان جرتي واغا مالها او بدن ابن ادم دغبا هي هان جرتي todoba boqol oo kun oo qofba madax laga jaray magaaladiina buulay marwo loodan jiray ixtafa dhikruha min at-taariikh buulay warkeedu taariikhda halkaas uu kaga baxay inta markay ay sameeyeen bay ka dhaqaajiyeen waxa la qabtay magaalada la yiraahdo Nisaabur Nisaabur iyana waa magaalo weyn oo Khuraasan gobolkaasi ka mid ah waxay ku dhacdaa wadankan hadda Iran la yiraahdo een waqooyi barigiisa bay ku taalay Nisaabur markii uu yimi reer Nisaabur iyana way isku dayeen inay isdifaacaan shan maalmood ayuu go'doomiyay go'doonka shanta maalmood ee markii uu dhacay oo xisaar lagu hayay oo dadkii baqeen oo naftii isugu timi oo wararkii Marwa iyo Samarqand iyo Bukhara iyo Talq iyo wixii uu magaalo soo baabiyay warkoodii la hayo dadka waxaad moodaa intaan laba soo gaadhin inay geeri baqayaan yaani baqdin daraadeed inay geeriyoonayaan ayuu akhiran magaaladii furtay dabeetana wuxuu yidhi magaalada dadka ku jira oo dhan dabeedah loo soo saaro meel saxaraha la isugu soo saaro magaalada markii dadkii ku jira oo dhan dabeedah loo soo saaray ayaa waxay sheegayaan in Genghis Khan baa loo tago wax la yidhi magaaladii hore aynu laynay dadkii badhun baa seeftu ku dhacday iyagoo aan dhimanin laga dareeray dadku may wada dhimanin dadkana waa dad raba inaan qof noolaanin Al-Muwaffaq Al-Baghdadi taariikhiyahankaasi wuxuu lahaa lama arag buu yidhi dad u soo baxay inay wax tirtiraan la arag buu yidhi dad intay dal qabsadaan raba inay xukumaan markaas buu yidhi tataarku mulki iyo waxbaba may doonin inay wax tirtiraan umay rabeen waxa loo sheegay magaaladii hore ay tirtireen 700 kun lagu dilay dadkii wax nolol uun ku sugnaa inay jiraan wuxuu yidhi magaalada tan dabada hal isugu soo saaro kadibna wuxuu amar ku bixiyay magaaladan si aan u hubiyo dadkeedu inay dhinteen dilku waxa weeyaan buu yidhi qof kasta waa in madaxa la gooyaa qaar kasta madaxa iyo inta kale waa inay kala baxdaa dadka madaxa laga wada jaro si loo xaqiijiyo qofku inuu dhintay culamada taariikh waxay yidhaahdaan magaalada tanna bil istithnaa
iyadaan waxba laga reebin ayaa raggoodii madaxa laga jaray wixii dumar ahaana la kaxaystay shan iyo toban maalmood baana magaalada baaritaan lagu waday oo dahab iyo lacag iyo xoolo laga raadcaynayay nisaabuurna waxay ka tageen baa la yidhaahdaa aharan bacda cayn raad iyadoo ah meeshii magaalada ahaan jirtay iyona saasaa lagaga tegay haraat magaalo la yidhaahdu soo galay haddana afghanistan waqooyigeeda ku taalla ibnu jenkis khan waxba ayaan taariikh balballaadhin siduu kuwii hore ugalu ugalayana uu ka takhallus magaaladan markii la leynayay nin boqora haystay oo la odhan jiray malik khan boqorkiina waxoogaa yaroo ciidankiisa ka mid u qaatay casriga waxay caan ku ahaayeen boqoradu ibixiya ibixinta yidhaahdaan wuxuu kaxaysan karaa intuu kaxaystay inuu taw yidhaahdo waaw in ciidan uu kaxaystay dabeetana meeshii buu ka baxsaday magaalo bilaa ciidan u soo galay kadibna wuu tirtiray khuraasaan lix boqol iyo toddoba iyo tobankii hijriyadda sanadkaa gudihiisa ayaa dhammaanteed la tirtiray culamaa taariikh waxay leeyihiin min acjab alumuuri alatii marat bilardi itlaaqan weeyaan bay dhahaan lama arag khuraasaan bay dhaahdeen oo dhammaystiran sanad gudihii waqtiga yare intaa leeg in sidaa loo galo taariikhda hore iyo dibtoona looguma arag khuraasaan markuu hubiyey inuu tirtiray ayuu ka tallaabay gobolkii boqortooyadu ay degenayd khawarzam alkhawarzami buu ahaa boqortooyadii iyo dowladda oo dhammi gobolkaas dowladda laga xukumi jiray ayuu waacday gobolka kani wuxuu dhexeeyaa uzbekistan iyo turkmanistan labadaa dal dhexdooda buu ku yaallaa waxaa mara webiga jixon la yidhaahdo khawarzam waa magaalo qani ah xagga dhaqaalaha istraatiiji ah oo meel khatara ku taalla population aada u tiro badani degan yahay boqortooyadii waddankan maamuli jirtay dhulka dadkoodii degan yahay ah kadib maadaama ay taliskii meeshu ay ahaan jirtay ah jenkis khan wuxuu u diray ciidamadiisii ugu tiro badnaa khawarzam wuxuu kaga xisaabtamayaa maadaama dad badanina degan yahay dagaallo xooggani inay la kulmaan ficlan way isku dayeen gobolkan dadkii degi jiray iyo magaalada tan inay isdifaacaan shan bilood ayay qaadatay inuu xisaar ku hayo go'doomin shan bilood wuu furan kari waayey ciidankii tataarka waa u suurtogeli weyday inuu dabeetana waa la soo kordhiyey ciidankii tataarka mar labaad ayaa la tiro badiyey ugu dambayntii waxay ku guulaysteen tataarku derbiga qayb ka mid ah aswaar baa magaalooyinkii qadiimka ah ku wareegsanaan jiray derbi difaac laga galo derbigii qayb ka mida buu dumiyey dabeetana wuu soo galeen dagaal baa bilaabmay dagaal aada u halisaa qabsaday labada kooxoodba waxaa la yidhaahaa tiro aada u badan baa ka halaagsantay yacni dad aada u tiro badan waa la ysku madhay markuu arkay jenkis khan ciidamadiisa inuu khatar ku jiro ayuu haddana madad kale u soo diray ciidan saddexaad baa yimi oo tataarka ah laakiin magaaladan yare miskiinta iyada cidi uma maqna waayo muslimku qolo waliba tuula gaaraba naftu kaga baxday wixii isku xidhi jirayna waa tii la waayey oo boqorkii baxsaday magaaladii waxay isku dayday inay dagaal ku jirtaba akhiiran waa la jebiyey dabeetana dadkii wax dhuunta wax godgala wax baxsada waxba sibay yeeleen baadhitaankaaba aynu ugu tiro badanaya bay yidhaahdeen maxaynu samaynaa magaaladan wuxuu go'aamiyey magaalada waxay leedahay dhaam aada u weyn oo webigan biyo uu ku shubo oo sad dheer derbi dheer uu magaalada ka xigo wuxuu yidhi magaaladan waa inugu rabshad badatay sadka ha la dumiyo derbigaa la dumiyey dhaamkii magaalada ku yaallay baa lagu faruuray khawarzam webiga jiixoon baa lagu daray ilaa hadda webiga jiixoon bay ka mid tahay magaalada gebigeediiba wuxuu raaciyey webiga ayuu ku daray dadka intii baxsatee god gashay iyo meel gashay iyo guri ku dhuumatay iyo kan ku dhuumatay waxaa la raaciyey daadka waxay dhahdaan taariikhda lama hayo wax la mid ah qowmu nuux mooyaane qowmu nuux sidii alle u qarqiyey badda ugu daray ayaa magaalada tan iyo dadkii joogay dhammaantood badda lagu daray waxa aan ka warramayo dhammi waa sanad gudihii waa lix boqol iyo toddobiyo tobankii hijriyada
خوارزمنا ساس بو كغا تخلص وحا مركا التتاركو قعان تاكو ديغي خراسان إيا خوارزم ودن كي اللي ورن شري أبا الدولة الخوارزمية وحان ولي قعان تتارك قلين كونفورتي الدولة ده كونفورتي الدولة ده وحويان كابو لغا صواب بلابو إلا إيا باكستان إما كوانتي سريقة وقازيين تايو إيران دين عيدا بريا إنتا سرين تقبصدي وحان ولي قعان تدولة تتارك قلين مركا الدولة ديس خوارزميين تلورن شري كونفورتي دي كونفورتي ده وحا هايستا بغر كينان كيسي جلال الدين نين ليدا دو إنا مديس رونا كمي ده أيا مدحكا ها تنوحو النغضي الزعيم الشرعي للدولة مدح ده قولة يدي الاعتراف سيني ودن كي ولي هاي وحو يسكد دي إنو عيدا ما أورور صده دولك إنتن مركا الله يسوكو صوبح الله يسوي مريا ودول آدك ودولك أفغانستان لو يغانا مانتا ودول بورالية ودول عن فرضه السيف دودو قلين ودول عن تاريخ ده هورد دادك الدقان لو تشبين شرين ودول دادك الدقائيهين داد دقالية هنا ودول دادك الدقائي داد حماسة إيمانية له أو حسكا دعية ودول دادك الدقائيين تبادان أنا يقونين قميسيك وحالو يقانو سادرا داد عيدا بو أرور صدي وسميسان أيو جنكس خاء وسميسان أيو جلال الدين ابن محمد من خوارزم شاه والربو ينو اسكاق الدفاع تطاركي ماركي وعيدا كاسي أرور صدي وحاو مضاحة مقالة ليدا غزنة غزنة بغول يكونتون كيلومتر بي كونفور كابول كحكتا هل كاسو دقيني هاي او مضاح وكاديكتاي عاصمة وكاديكتاي جنكس خان مركو مغلي عيدا باهل كاسكو أرور صدي عيدا تربضان ايو مقالة غزنة وصودريانا ويرر كاللوغو قادو ماشي واحد كلو يمي عندما أتراكه أو وطه نلا إذا سيف الدين بغراق أو دجاليه هنا هان شريد الدجال هذا آد وعانا هان شري قائدنا أها أو صدم كنا عيدنا وطايا صاقلي استنوا حكوب بيري جلال الدين عيدا كيسي واحد كلو ماشي يمي لحدنا يكون وما قالوا إنك إلا ترتري عيدا ما دي فرنات كوصاب حصدايا أو ينكون فرطة صاقلي لحدنا يضع كم نويتمي إذن جلال الدين عيدا كيسي أورور صدي صدن كن أو وطنك لدى سيف الدين بغراق لحدنا يكون أو بحسي إنت أسبو اسكو أوروريي دبتنا وحلق لي دفاع عدك وحكلو يمي بغر كيسنا هرات كسو عرري ملك خان لورن شري أو اسنا إنقوتا أو وطا أيا اسنا سوق لي وحماشي اسكو ارصدي عيدا ما بدانا مسلمين تولين وح صوت شبي ايا وح سو مدد كو يمي ايا وح ماشي سي شو غيبا عيدا ما كمانكم قارا يا مركا كم باي سو يمي وليبا فرقة التركي غاهي اتراك تاهي ايهين نمان ويل تريني ده اسكار رسمية او وطو نين دقالية هنا ولا يقانا او يعني تخطيط كدقال سيفي عن وحوكا قرنية عيدا كي وحالا قرتي مركا جنكس خان يا عيد مدي سين لوغو بحدو الاستراتيجيا مقالة ليسكو هليلين وحو بحي مقالة بلق الله يراه دو ومنطقة وعر بيدا دان ادو دقح بدن بورلية فردوها انا فضوضين ان يسفي عنو قد دقال قل كران عيدا كان فردا ادو داري فضوض بلا كورا هلوغو فولو دقال يهنابو وطا جنكس خان يا عيد مدي سو مركادو لان فردوه كفي عينين ayay u dageen dagaal ba meeshii ka dhacay ciidankii muslimiinta iyo ciidankii uu Jenkins Khan watay isaga ka socday ayaa ishaleelay muslimiintu waxay galeen dagaal min tidnima ah oo ay arkayaan inaan waxba u harin idan xamaasada ay muslimiintu xamaasadoodeen markay arkeen inay isku soo urureen mantaqada ay ku dagaalamayeen oo dhul istaraatiiji ahayd تيرادا او ماركا كان آدو بادن نين كان عيدن كواتي سيف الدين بغرا او كالسوني داتكا كو ابوري عيدن كيسان ملتريا واتو عيدن خطرا ايو نين كي ماركا كان ودن كا قيبتي سو هرداي مدحوينا كاها او قو ان صداينو دقال قلو او اسنا سفكا كوچيرا بغرا دي هرا ويا عين لكن نين كان وانين مدحو الربا ينو دقال قلو او اسنا سفكا كوات كوچيرا الرمها سو الله اسكود داري
waxay keensatay inay muslimiinta niyaddu u dhisanto oo ay garan karaan inay wax iska dhiciyaan. Muddo markii la isjafayay dagaalku socday ayaa dagaalku adkaaday. Maalintii koowaad waa la isku madhay, waa la isku gobol dhacsaday, maalin labaadii baa la isgalay, waa la isku madhay, waa la isku gobol dhacsaday, maalin saddexaadii baa la isgalay, waa la isku madhay. Kadib baa ilaahay u jabiyay nimankii gaalay. Saddex maalmood markii la ishayay kadib ayay gacanta sare yeesheen kooxdii muslimiinta ahay. Waa awal mara markaa taariikhdii tataaree hore ee koowaad ee lahayo la jabiyo. Dilkii baa ku tiro batay, baaqigoodii baa kala firdhaday. meel kasta waa loo caymadiyey. Jenkis khaan oo magaaladii Talqaan jooga ayaa warku gaadhay la odhanayo ciidankaagii waa lagu hurgufay, idinkama noola. runtii waxaa muuqday barakat alijtimaac, dadka muslimiinta hadday isu tagaan iyagu isnabadgeliyaan way dagaal wada galan inaanay jabaynin. waxaa kor noqday macnawiyaadkii muslimiinta oo jeeshka tataarka lama jabiyadiibaa been noqotay. ninkii la odhan jiray Jalaaladiin ibnu Muxamed ibnu Khwarizm Shah, boqorkan koonfureed ee odaygii hore dhalay, kalsoona u gashay ciidankiisii oo wuxuu arkay rag wax iska dhicin kara, raggu maanta wataa inay yihiin. kadib Jenkis Khan buu waraaq u diray oo yidhi ma kugu hadhay, dagaal baan diyaar u ahay. haddii war hadhay waa dagaal. Jenkis Khan ciidan dambuu soo ururiyey, waa soo dagaal tegey. mar labaad baa goobta Kaabul hadda la yidhaahdo laysku haleelay. caasimaddan hadda Afghanistan ee Kaabul la yidhaahdo ayaa dagaal labaad laysku haleelay. dagaal adag buu noqday oo meesha ka dhacay. muddo markii la ishayeyna dagaal ka xoog badan bay yidhaahdaan kii Ghazna Balq agteeda meeshii reeda ka dhacay, dagaal ka xoog badan buu noqday kan Afghanistan caasimadeedii ka dhacay Kaabul. mar labaad waa ku cabbeen nimankii tataarka ahaa, waana ka xoog badiyeen. waxay noqotay tataarkii in mar dambe la jabiyo. laakiin mushkilad cusub baa soo ifbaxday. waxaa soo baxay tataarkii waxaa laga helay ghaniimo gayru caadi ah, waayo wixii dhul muslim lahaayo dhan dee waa kuwii soo guray. Bukhaara, Samarqand, Naysaabuur, Marwa, Haraat, Balq, wixii magaalaba jirtay Talqaan waa kuwii soo gurtay. ciidamadani waxay ku raraayeen xoolo aad u tiro badan leh. markii la jabiyeyna waxaa laga qabsaday xoolo aad u tiro badan leh. ciidankii Jalaaladiin uu watay xoolihii baa laysku qabtay. Sayfuddiin Baqraq iyo ciidankiisi waxay yidhaahdeen dee dagaalka waanu ka qayb galnay, si fiicanna waa u dagaalanay, xoolaha barhkaygaana la siiyo. Malik Khan kii Haraad ka soo cararay isna dagaalka ka qayb galay, isna wuxuu yidhi xoolaha barhkaygaa la siiyo. muslimiinta dhexdoodii waaba la murmurmay, murankiiba adkaaday, dagaal baaba dhacay, dhexdoodii baaba la iska dilay. Sayfuddiin Baqraq nimay walaaliyiin oo ciidamada raggii hogaaminayay baa kow lagaga siiyey, muslimiintii waxbaa ku kala dhintay. marka halkaa marayso ayuu Sayfuddiin ciidankiisii 30,000 ahaa dagaalyahankii uu watay ayuu ka haystay goobtiina uu iskaga tegey. waxaa soo baxday fikraddii ah in dadku ciidanka hunguriga isku dilo. tu nabi Muxamed la calayhi salaatu wasalaam fa wallaahi mal faqr akhsha calaykum, ilaahay baan ku dhaartay buu nebigu leeyey, faqri idinka biqi maayo, waxaanse idinka baqaa waa xoolo, ina xoolo heshaan oo aad dabeetana ku loolantaan siday kuwii hore ugu loolaalameen, oo dabeetana ku halaagsantaan siday kuwii hore ugu halaagsameen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. xoolihii laysku qabtay waxaan isleeyay Yurub maanta way salaami lahayd. haddaan muslimiinta xoolo isku qaban, dagaalkii ugu dambeeyey muslimka lagu jabiyo ee ghazawaadkii muslimiinta ee Spain ka soo kacay, France gudaheeda Lyon dacalkeeda laga jabiyey, balaato shuhadaa sababtiisu maxay ahay? iyagoo ku cabbay gaaladii oo ka xoog badiyey oo garoonka haysta ayuunbaa qayla yeedhay odhanaysa qariimooyin ay siteen oo ay gaalo hore ka soo furteen oo xagga dambe taallay. gaaladii xagga dambe ay ka wareegto qariimadii baa la gurtay. ciidankiiba intuu ka baxay
safkii koowaad ee dagaalka uu ku jiray buu dib u noqday ilaa iyaga aakhirkii la tirtiray. Qaniimay ku jabeen balaadda shuhadaa Faransiiska gudihiisa muslimiinta jabkoodii koowaad ee dib loo celiyaaba qaniimu ku jabay Cabdiraxmaan ninkii loodhan jiray ciidanka hogaaminayay. Kan qaniimay ku jabeen, qaniimadii waa la ysku qabtay. Waxaa dhacay Seyfaddiin ciidankiisii inuu iskala baxay, Jalaaladdiin wuxuu isku dayey inuu qanciyo, in badan buu ka daba tegey, in badan buu isticdaafsaday, in badan buu bariyey. Laakiin ninkan walaalkii la dilay waaba u qurqursami weyday waxaniba, ana madad baar idinku imiyo inaan wax idinka dhiciyo, idina walaalkii baa disheen, un buu ise soo taagay, wax kaleba waa mari waayeen. Wuu iska tegey isagii ciidankiisii. Markuu ka baxay, ciidankii niyad jab baa kusoo kornay, iyagii oo isqabqabsaday, dagaal dhexdoodii ka dhacay, muslimiintii oo badh noqotay. May dhicin labadii guulood ee waaweynaa ay muslimiintu gaadheen inay midhahooda goostaan ama istithmaar inay ku sameeyaan. Jenkis Khan marka kan ciidankiisii ayuu soo urursaday, isagii baa soo duulay. Awal wuxuu soo dirayay abnaa'uhu baa ciidamadan hogaaminayay. Hadda ra'su dawla almagooliya ciidan wataa soo socda. Muslimkiina waxay marayaan maxay inay iyagii sahayaan, macrakadii ugu adkaydna waa kusoo socotaa. Safkii muslimiinta khalkhal baa galay. Jalaaladdiin wuxuu go'aansaday inaanu sida tan dagaal ku gelin. Ciidankiisii buu ka haystay, wuu guuraysna. Jenkis Khanna waa ka soo daba guuray, waa la istaba galay. Arrintii aabbihii ku dhacday oo kala dhacday marka. Jalaaladdiin waa sii guuraa, Jenkis Khanna waa ka daba guuraa. Laba ciidan oo istaba socda. Kaabul baa la iskala yimi, Ghazna la isla soo dhaafay. Jalaaladdiin Jenkis Khanna magaalooyinka kuma weecdo. Ciidanka guuray unbuu ka daba guuraa. Ninkana ciidankiisii waa soo waday, waa soo waday. Sidii laysula soo socday Afghanistan waa layskala dhammaaday. Pakistan baa laysala soo galay, Pakistan baa layskala soo dhammaaday. Sind baa laysala tegey, Nahru Sind wabigan Pakistan mara ee Sind mara ayuu yimi Jalaaladdiin iyo ciidankiisii wata. Doonyaba wuu waayey. Dani kute rag inay sahleeshaan, mar haddii doonya la waayo meel uu gudbaanay jirin. Jenkis Khanna waqti iskama lumin, tuulana ma furan, cidna ma boobin, cid kalena ma laynin, ciidankan buu ku daba jiraa. Jenkis Khanna waa Jalaaladdiin meel buu la hadlay, ciidamuu dirtay, doonyaa loo doonay. Doonyaha intii loogu maqanaa ayuu Jenkis Khanna soo gaadhay. Waxay noqotay in la isgalo. Haatan dani waa dagaal kutehe, waa la ysu jilibdhiga. Maantii koowaad baa la ysgalay, waa la ysku madhay. Maalin labaaddii baa la ysgalay, waa la ysgumaaday. Maalin saddexaaddii baa la ysgalay, waa la ysxasuuqay. Lama kala tegin, dagaalkii wuu adkaada. Halkaa markay marayso oo muslimiintiina dad badani ka dhintay, gaaladiina dad badani ka dhintay, muslimiinta raggii wax hogaaminayay, Malik Khaankii shalay ay isku hayeen xoolaha doonaya xoolaha, halka buu ku dhintay. Macalfan xoolihii lagu kala tegey, waxba lagama cunin. Malik Khan halkaas buu ku baxay. Maalin afraaddii dagaalku wuxuu noqday labadii ciidanba in dhimashadu ku badatay oo la kala yaro gurto oo balaysu nasto nin waliba wixii si uu dib isku dayo inuu isu habeeyo. Hudnada waqtigii lagu jiro oo labadii ciidan kala yaro daaleen oo guul degdega ninna gaadhi kari waayey oo nin walba dhegta dhiigga loo daray oo nin waliba jaraaxaadkiisii iyo wixiisii uu hagaajisanayo, intii taa lagu jiray ayaa doonyihii yimaadeen. Jalaaladdiin ciidankiisii markaa wuu rartay, webiguu ka tallaabay, doonyihiina xagga shishuu kaxeeyey. Jenkis Khan marka kan ciidankiisii wuxuu kusoo tallaabiyo ma hayo. Laakiin ma aladii xadath, maxaa dhacay marka kan? Awal dawla alkhawarizmiya koonfurteeda ninkan iyo ciidamadiisaa joogo muslimiintii xagga hoose joogtay way badbaadayeen. Muslimiintii xagga sare jirtay iyaga waa inagii ka soo warannay warkoodii.
هاتن مسلمين تي حقه سيرتي عيد مدودي وبيج سند بيك طلابه وحاسك صهري جنكس خان يعيد كيسي إيوه ما تدي مسلمين تي مقالوا إنك مسلمين تي وحيان عيدا كذا بينين جنكس خان مركا دبو صار نقضي مركو دبو صار نقضينا وحو بلابي كو مقالدي كواد اللي قلت بيين وقبطه غزنة غزنو يمي غزنة وحو لسما يدولك وحيدة شوغي واقو ماضي وحيدة داركو تالي واد ميي وحو البوابة بيي ابن الأثير رحمة الله عليه مركو تعليقين يا وحليه وحكت جيبوه خاوية على عروشها كأن لم تغن بالأمس وهذا سو استعمالية ما قال هذا وحكة بحي جنكس خان إيادو دونسن عندنا كن نولين ميل لدقي بانو أكيد هرا يوغا صعدا ميل دحابة مركو مرأيو جلال الدين عيال كيسي رير كيسي يقور أيوه هلا وأغفت أنا وبري وأركان سند كتلا بين نهر سند أبيه بدي واتي لغبتي هو يدي عيال كيس يبرقو بحصدي كان مركو بحصدي وحل غبتي انتو دالي انتو دالي ندكتا دي قلو داري يانا ولا بري هذا نسكسو كوبا ورك وانا وحبا اخرنين وحين مسلم لله يدنبئ جنكس خان افغانستان ودنبو غفصدي افغانستان وادولك وغو استراتيجيسان عالم الاسلام بيكمت وادول بايدادان كرهية بورلية ننك غفصدا جاينا وكو دولي كرو انديا وكو دولي كرو عراقي حقا وكو دولي كرو غوغاس وكو دولي كرو وايشي هلك لغا حكومة بايدادان ايشيا هلكات كا حكومته داد افغانستان قبصته راشيا ودولي تشاينا ودولي انديا ودولي عراق ايران ودولي دنكست ودولي كرتا بيدا وحسكو هبصدي انو قبصده ماشا افغانستان لا يدهده ودنكا كان وحكو عانها ضد دقن ودقالية هنا وعين كان لكن عيدا مدو دي لبدا قورتش بيي ايانا وركو ديوان صامر جنكس خان هدا قعنتي سوى حكو جرا ودن كي لورن جري منغوليا تشاينا كوريا مانمار وحا بارغا صودان صوتري النيبال وحي حقا لغو شيغي جرودان صوتري وصاوال غبصدي كدبنا تركمانستان افغانستان ايران انت دبري انت وقوبة دن له ادربيجان ارمينيا جورجيا انت هل سنوكو غبطة تاريخي هندو نين ميل دولة والله أركو قبصدا لكن ودن انتا لك تاريخ دا وحال سنكو قبطا ما صامرين هران الله ما هيو دبن الله ما هيو انتو ديلي تاريخ دا ما صامرين لما هيو مقالو ينكو انتو كو ديلي وقف وح انتو مقالا قبطا انتا كو ديلي داد كل لايه هل سنو بنا آدم انتا صو دادا ديلي لما هيو ولا سيكند ويل وور دا قال لباد الدنيا دي يكو كوري يكو دي هل سنو انتو قف كو ديلي لح بقول يتضبي يتبنك هجرية دا لما هيو سيدا وقيد بو ابن الأثير وحورنا يا وقد جرى لهؤلاء تتر ما لم يسمع بمثله من قديم الزمان وحديثه فهذه طائفة تخرج من حدود الصين ولا تنقضي عليهم سنة حتى يصل بعضهم إلى بلاد أرمينيا ويجاورون العراق من ناحية همدان وتالله لا أشك أن من يجيء بعدنا إذا بعد العهد ويرى هذه الحادثة مسطورة فإنه سينكرها ويستبعدها ابن الأثير وحليه قال هذا طموح أولا عيبه لوحان بن آدم هر الله وأرك تاريخ ظهرنا لغو مغال تدمنا لغو أرك بولي لما أرك بولي كوح يرى انت يشينك صواب بحضه هل سنقو دهيت إلا أرميني يكو قبصته بحر الأسود يا غير كده أرمينيا كقادة إلى أي عراق أنت كده حلق بصدا لما أرق بويد
كما شكي سنبو يري وحنا نقرا يا قفك اخريا وقت جوجنا الدبداد يمادا انو اورن دونا بو يري وحنا وخرافات كما شكي سنبو لي انا سوان تاغنا وان قريا كو دنبسين انا رميسن دونين انا كما شكي سنبو تلماميا ان سو كوبنو وحا سو غلي سنه 618 هجريه تتارك دبو سو نقدي مشى ادربيجان لا يدهدو قبصدي مقالو مسلمين تو ايلا هايانا مراغا لايدا هدو سو غالي تاريخي هانا دو حيدا مقالا تان مركا كان قبض با كتلينيسي او مسلم قبضو تاليسو مقالا دا سي قبضو كتلينيسي بو سو غالي دباتنا منجانيقيو منجانيقو و مدافع دي واقا چرتي و با لغو قرو دقحانتا او لغو تورو دبكا او لغو تورو قاسيا وحا قرحاين تاليسكور ردو لغو تورو يعني مدفعو intaanu noqon ka baruuddu qarxisa waxaan jiray mid farsamo kala qarxiso wax tuura marka manjaniqa ahaan jiray waaga madaficda jirta manjaniqiyadu u dhigtay manjaniqada wax kale loo isticmaali jiray ahjaarta waaweyn ee darbiyadan qalcada lagu duminaya lagu tuuri jiray manjaniqiyo xidhay dabeytana waa dumiyay magaaladeena uu qabsaday bishii safar afarteedi baa la yidhaa 618 ayuu magaaladaana qabtay caadadii uu lahaa buu mariyey ragiina waa laayay xoolihii iyo wixiina waa qaatay dumarkii caruurtiina waa la farxumeeyey ibnu lathir markuu taariikhdan ka warramayo wuxuu sheegaa wuxuu yidhi dadka warramaa waxay ii sheegeen dadka siday u niyad jabeen buu ka warramaya ninta taari intuu ku soo baxo 100 muslim oo meel fadhiya inuu idhaahdaha dhaqaaqina iswada taaga oo la iswada taaga buu leeyahy oo midba mar madaxa ka jaro waxay taariikhii ahnadu sheegeen buu leeyahy inay gabadhi ku soo baxda rag muslimiin ay tiraahda istaagtaaga oo iyadu layso dee waa maraykanka aad arkayso inay imka laga baqayo istaagtaaga haddii la yidhaahdo waa in la istaagtaaga waxaa dhacay dadka baqihii galay wuxuu gaadhay xad tataarka la yidhaahdo raggoodaba ka dara dumarkooda say wax u laayaan oo rag iyo dumar iyo wax walba laga boqo tataar sheegta tataarku marka kan iraan iyo dhulkaa kasoo takhallus iyo afghanistan iyo armeniya iyo azerbaijan iyo pakistan iyo dhulkaasoo dhaaf turkmanistanada iyaga hadalkooda daah wuxuu marka kan joogaa jasiirada inuu weeraro jasiirada waxa u yaqaanan inta badan labadan webi ee ciraaq mara dhexdooda waa ciraaq waqooyigeeda waqooyiga ciraaq wuxuu isku dayay inuu arbiilia meeshaan imika akraadu degantahay arbiil inuu weeraro iyo muusal waa ciraaq waqooyigeeda labada magaale ah boqorkii hurday ee anaasir lidiin ilaahi la odhan jiray waa boqoradii ugu liitay muslimiinta soo maro ka mid ahaa xukuma baqdaad ayaa marka kan maqlay waqooyigii ciraaq in lasoo galay dowla alkhwarizmiya intii la tumay uu faraxsana waayo dowla alkhwarizmiya colbay ahaayeen ciraaq lalaynayabay ahaayeen marka isagu waa faraxsana haatatan baqaa soo galay waayo ciraaq waqooyigeedii buu marayaa ninkii arbiil iyo baa la marayaa maxay iyo muusal wuxuu isku dayay inuu ciidamo muslimiina ururiyo uu dhawaaqay muslimiinta ha soo baxdo ciidamuu sameeyey nin kamida saraakiishii muslimiinta ee markaa joogtay mudfuruddiin la yidhaahdo mudfuruddiin ayaa ciidankii loo dhiibay imisaa u malaynaysaan boqorkani ciidanku isu keenay boqorkii dhammaa ee ciidanka baadi doonay 800 nin buu soo helay bay yidhaahdeen alkhilaafa alcabaasiya annaasir lidiin illaah 800 ayuu soo hela 800 baa loo dhiibay mudfuruddiin oo la yidhi balarbiil tataarka ka hortag oo 800 nin mudfuruddiin waxoogaagii si ciidana buu soo kaxaystay arbiil agagaalkeedii iyo meeraheedii buu yimi wararkii baa isgaadhay inay muslimiintii soo baxday ayuu jenkis khaanna loo sheegay ciidamadiisii alkhilaafa alcabaasiya waa magac aad u weyn oo 500 iyo dheeraad sannadood jiray hadda waxaynu joognaa maxay 618 hijriyadan idinkan warramaya waxaanay bilaabmeen 600 iyo 230
هجريده سو بلابين يعني بقول يا دور يا صدق هجريده الا لح بقول يا دور يا تبك شن قرني دوله سو جرتي ويهان وا دوله دنيدا دعلديده غادي وا دوله اقونت دنيدا هغامين جرتي وا الدوله الاولى باي كتي وهي هو انت شارد وين او دنيدو كعبسطو لكن عيدا سداد بقول اي ولطه وحكو حساب تبي جنكس خان مركا إن سداد بقول يا وحنا لشيء يا خد عينيتي تكتيكي ملترينه تهاي أو أنت يارين تي هذا الله بقى عرر دونه ده فخ عينك يو هنا وكده عدونه ده بتنا وحقه عن صدق إنه حرب استنزاف قاله أنا مواجهة قلن الخلافة بهذا التاجن ده أول دولة الخوارزمية بهيد الآن والخلافة العباسية ودولة دي مسلمة ودم هوست جيي arrinku si fudud wax loo gali kara maaha sida awgeed tatarki waxay go'aansadeen xarb istinzaaf ku dhufo ka dhaqaaq iyo boob iyo kolba meel la galo iyo baqagalin iyo baabka in la galo laakiin aan ciidanka kan la waajihin iyo inuu sameeyo maxay axlaaf iyo itifaaqiyaat iyo heshiisyo iyo gaashaanbuur dunida inuu la soo heshiiyo gaashaanbuur soo samaysto si khilaafada markaa loogu wada diilo كدب قلدي خلافتنا إلهي بان مركا كان بدبادي ودب باللوغا نغضي حمدان إيا حقا سوكعي حمدان بو عكتا سي مريي أردو المقالة اللي راهدو عكتا سي مريي وحي ودن كا سي الله إنك ربو سي الله يي إلهي وكا قاري مقالة تبريز اللي راهدو تبريز واهو رأي ما دين وحي ما دين وقتي قبو بقى وبرف كو دعيو دبيتانا ninkii boqorkii markaa haysteena wuxuu siiyay waxooga xoolaha iyo dhar iyo lacag iyo balan buu la galay intoodii bay qaateen oo ku iska tagay waxa haystay Ozabik ibn al-Balhawan ninkii ku tilmaamayno oo nin khabriye cabaabay ku sheegay taariikhii hanadu alaan waa waqti jawigu fiican yahay de balankana walba ma aqoonin waxa isku dayeen markaa haatatan inay weerar rasmi ah magaalada ku qaadaan laakiin magaaladiina way isbedeshay intii waxa qabsaday شمس الدين الطغرائي نين لورين شري وي تاريخيا نادو يدا هدان وحو ها نين ادون كيسي اخر دي سبا فهمية نينكا كاني مركو ماشا قفصدي مقالة دي سيو ديار قروي عيدا مو سمايستي وا ديار قروي انكا ستو تطاركو عيدا ادو بدن يد دولة دالاقا ودبقا ييهين لكن وحو كنت لقا لي دي كل اللي بواد دمان يساي ادو سي چه دهار دمان ماشا نمان كان دي عيد بدين ما يان مركا هدات راع دارو كدلي da dagaalantana uu ku dili had walba waa dhimane inuu isku dayo inuu isdifaaco ayuu ku talagalay in jihad buu iclaansaday dadkii baa la xamaasay galiyay culimadii baa dhawaaqday magaalada qalcadaheedii aswaartii darbiyadii ku wareegsanaa iyo wixii baa la hagaajiyay dhufaysyadii iyo godadka la qotay waa loo diyaar garoobay tatarkii way soo taageen waxay maqleen meeshan in jihaadka ay eelaansan yahay kadib waxaynaan raalli ahaada iska sii noolaada oo ka tallaabeen may u jeesanin waxay u kaceen magaalo kale oo ka mid ah magaalooyinkaasi meeshan ku yaallay belqaan la yidhaahdo waa eeraan magaalo ku taalla iyana ramadaan lix boqol iyo sideed iyo tobankii bay soo galeen iyadana cagtay mariyaan ibnu lathir wuxuu leeyahy kanuu yashuquuna butuuna alxubaala wayaqtuluuna alajinna wa kanuu yartakibuuna alfaaxisha maca annisaa uma yaqtuluunahum wuxuu tilmaamayaa magaaladan markay qabteen ilmaha uurka ku jira xataa way dileen buu leeyahy tabriiz oo jihaatamaysa markay arkeena soo dhaafeen tan yar baa layskaga cadha burburay ilmaha uurka ku jira xataa waa dileen buu yidhi kuwa uurka le uurkay ka soo rideen ajinada waa laayeen dumarka raggooda hortooda ay ku faraxumeeyeen kadibna waa laayeen xoolihii waa boobeen farsamadii ay yaqaaneen waa soo socdeen kanje magaalo la yidhaahda yimaadeen reer ganje laakiin iyagu sidii reer tabriis bay isdiyaariyeen jihaadkii ku talagaleen tataarkii waxay maqleen halkana jihaad baa ka iclaansan si nabad ahaada yidhaahdeen xagga kale ka dhaafeen waa ka tallaabeen
وحو تغي مركا حقا سارة أيه وكعين ودنادان راش يردول كان مسلمين تاوي مكاولي قميستو داغستان باي قالين عكتاي مريين شيشان باي قالين عكتاي مريين راشي اي بلابين اي دقال كاكو سيقادان وابيغان فولغا ليدادي اغير كيسو اتراكتو مركا اي دقي چرتاي قالين فولغا ينا عكتا مريين داد كي دقانا سند كي سند كاكو حيغي اللي حبو غالية سقالية طبان كي waxay gacanta ku dhigeen sanadkaasi markuu soo galay oo tataarku marka kan ay gacantooda ku jira dawlad al-khawarizmiya dhamaantood kazakhstan qirghistan tajikistan uzbekistan turkmanistan pakistan oo laga reebo gobolka yare karmaan la yiraahdo afghanistan iran oo laga reebo xuduuda yar ee galbeed oo ay taif al-ismaaciliya degantay azerbaijan armenia georgia iyo rashiya galbeedkeeda intaasay marayaan intaasay hadda gacanta ku hayaa لحبوغليا لباتان مركي تاريخ دو مريسي سيأو فهمتان مسلمين تاني محي قداتين راغب السرجاني في كتابي أفر حادثو شيغي يا أولايي أفر تان هدا يلا فهمتان داد كاني وحي وبربوريين وقراني سامبويري حادثة دا كوادو حليا هاي تطاركو الراشية قالين دقال لدي الراشية يكوا دين مركي مال دا حمر يان طائفة بلغاريين ليدا دو ما ها بلغار كان وبلغاريين راشينا markay halka marayeen ayay qabaailka bulgaariyiintu soo jabiyeen tataarki markay soo jabiyeen jab aad u fool xunna ku dhacay waa bahru qazwiin galbeedkeedaba la yiraahdaa dabatana jabkaasi wuxuu la soo dhaafay in shiishaan iyo daghistan iyo adrabijan iyo waxaasoo dhammi gacantooda ay ka soo baxaan nimankii tataarka la odhan jiray raashiya qayb ka midaba jab xoogan u geysatay wuxuu keenay markaa dulkii ay qabsadeen iyo wixii oo dhamiir ay burburaan oo xoogii tataarku u gilgilmo laakiin muslimiintu marka kan maxay sameeyeen markii qolo kale u soo jabisay iyagu maxay yeeleen kow waxay dhahdaan armenia muslimiintii boqoradii joogi jiray boqor ka mid ah ayaa ciidan diyaariyey duulimaad isagu wuxuu ku qaaday bay yidhaahdeen kurj kurjigu waa georgia دكتور راغب وحو ليه وحن كون معنين كرا وحا كاني الحول السياسي بيد حول كو حوايا يعني داد كان عنده حنون كو كرد عيا مركا عنده اسكسي هرچستان يعني حق السياسة دابو ليه محبب عركي ما يان ويو مسلم قيبتي سيق قلبي دوردن بري دوردن تطار باهستا دولة دي تطار كان قيب كمي لسويتش بيه ويتشلع سنتاي هلكو تطار كاقد دولي لها ayuu qolo kristan oo kaleoo meel iska joogto waddan kale oo weliba iyaguna tataarka dhibtiisa dhadhamiyo uu tataarku ay hore georgia hore u galeen oo mushkiladu qabsatay halku ama kuwan xilfi wadaag uu iska ilaalinaya la geli lahaa ama at least heshiis uu iskala geli lahaa iyaga dhaafi lahaa uu focuska saari lahaa dowladda weyn ay ishayaan ayuu intuu tataarka ka jeesto meel kale isku taagay dagaalo badan oo caalamka islaamka ka socda noocaasay weegiyen waxa muhiimka ah baarki maayo wax yar oo kaloon baaba u muuqda meel yar oo kaloon bay dadkani ku wareersan yihiin oo dagaalkood iyo qorigood iyo wuxuu dhammi soo jira waa xawal siyaasiya waa dadka oo aan bislaanin aragtidooda siyaasiga aanay bislayn aan kala garanaynin maxaa see loo kala horeysiya qofka khabiirka ahi ahdaaftiisu waa inay taabuur ku jirta waynay kala dambeeyaan hadafkaaga ugu dambeeya ka ugu horeeya haddaad kala garan weydo waa mushkilad ninka kani wuxuu hoos imanayay boqorkii la odhan jiray alasharaf ibnu muusa alcaadil ee jasiirada ka telinaya waqooyiga ciraaq ka telinaya buu hoos imanayay dabeetana duulimaad xaggaas uu sii qaaday idan waa xikmad darro caskariya waa ru'yo siyaasi oo qaldan labadii kooxood waa isku madheen kristanka iyo muslimka ahaa markii naftu iskaga baxdayna heshiis baa la wada galay wareysteynaa waa goorma labaduba tataarka iska dhicin kari lahaayeen laakiin markay labadiiba naftu iskaga baxday ayay heshiis wada galeen kaasi waa dhacdada koowaad uu tilmaamaya wuxuu leeyahay dadkani say u fakerayaan ma rabaa inay la garataan dhacdada labaad uu tilmaamaya waxa weeyaan tataarku markii ay jabeen gobollada eeraan gudaheeda waxaa ka soo baxay nin cusub oo odaygii hore boqorka meesha ka ahaan jiray caruurtiisii ka mid ah jalaaldiinkii maaha
ونن غياث الدين ليراه وجلال الدين كإنديا وطلابة ولاليين كاسا وحقب صدي مدينة الري إسبهان يمالحاسي وحقب صدي كونفورتا يقلبات كإيران مركا لغار ريبا خراسان تيساري ودولة عصوبة سبايسانتي ولكن إنا نودالي وديجي محمد الخوارزمي وهو قامين أيوه لكن والدولة أتليست تطارك خلاف العباسية نحدودة كتيرته سيدو فكرة الناصر لدين الله يجي بغداد هايستي خليفك عباسي خوارزمين تعلبي هاي وحشر والله وكوا مرة بات صور نغطي خوارزمين تي هل كو كيف فكري لها تطارك سيدادة بغلا ننو هلو قار كاقا قدبن با الله كياني هل كو كوران لها أيو حو كيف فكري كوحدا نهدي حو قيستو ودولة يرى عصوبة ما يستهدي سوحه وقيسته إن الخلافة دي سخطر كطهي أركتي استراتيجية مرنا بكو مفكرين وحب بلابي مركا دولة يرى عصوبة مسلم كيسا ما يستهدي سيدو خلق القليل لها دبتنا قرال وحو لسمي غياث الدين كننو أبتيه ولدا إغان طائسي وأبتيه الرمى وحو أبتيه يهي كان دولة سما يستهدي ونن سياسي او هنغوري سياسي دي راه يا ابو حديد لسمي ولي ماشي خلخالي نين كان ودا انقلابنا اذان رمينا الدوله دقبسته تاغيرنا وان كوسينيا ماشي اسادو خلخالين سو خلخالي كاريو مركه هربا هنغوري سياسي هي لكن دي يرا عبسناي او نين كان دبا سعودي ايا يمكن الا خلافه دي با اصول دباليسه و خي اسكو دايي مركه انو سنا عيدما ورصده وح سميستو واكنو markii damana ciidan baabu sabaystay ciisiyan bu sameeyay isagii baaba muslimiinta ku bilaabay weerar oo dul gooyay iyo qaatucu tariiqnima iyo waxba bilaabay muslimka boobka ilaa dawladdu rabay inuu khalkhal galiye waan nimankii tataarku ku habsaday eemka raashi iyo xogaa alla ka keenay tataarka jabiyeen halka iyagu is urursan lahaayeen tataarka la isku wada dari lahaa ilaa Mongolia lagaga celin lahaa ayaa waxa markanba bilaabmay in iyagu si riixriixaan oo maxay دولة نمدا كينو أوغادي غياث الدين كينا عيدا بو سمايستي والا صبحي لبدي كوحود با اسكو تشابي كي خلافة دو تاغير يسيبا لا تشبيي إغان طائسيجي لكن واغورما واغور عدد تربضنا مسلمين الدنتي كا عيدا كي سباقي كي كهرين أذربيجان بيو بحصدين يعني وحن وقتشي دا تصالها نصاق هذا نيا انو عدايو مسلمين تو إنا يجو سم مغضانة عدا هاي سطاء يقال كم كسر دولي وحن بين أنا يركنين بقر يرى ولما ينسلي كم كوج حجة نفط كهر قدام يسوى كهر دتو أما ما قالك غبسة من ريح حالة صد هذا وتلمام يا وحويان وحادثة ابن الله ثربة ورنيو حادثة غريبة لم يوجد مثلها بيوري ابن الأثير باو حلي ودعده غريبة وأن يضعك على العرق دعده أن يمحي شيء غيسا وحي شيء غيسا قولا دي كورجيين تا هيدا الكورج جورجيا بغرطو يدو دي با قبر قبصتي كريستاني قبر دي بغرطو يدو قبصتي ايا دبع دي اني قرستو دمتنا چورجيا غير كيدي وحي كوي دي عيد ابناء الملوكة ما عيدا يارقتيري وعنطمان اي قرستو دبيتنا ويديد وحن مقلي بغركي أكسو الرميي دولة سلاجقة أناضوليين أناضول وتركي جي قديم كها مركا لغار يا إسطنبول يا حقا بيزنطيين تهي ستي أناضول دولة سلاجقة باكا تاقنيت سلاجقة دولة دولة إسلامية وحن مركا مضحكا مغيث الدين طغ طغر الشاه وقلج أرسلان كي هوري معروف كاها أيا دالاي بغر كاسبا مغلي أرمينيا بغر الديني قردون تاي دبي تنو فريبو دريولي يي وحن ربا إنان كي غينة قرستو بغر داني كريستياني تيجي دا متعاسب كوا هيدو حي تري باهي وما قبنو إنان صما إنان مسلمة إنان قرسنا باهي وما قبنو وحيد هدي بقى دقبل سينة جورسته وكو كريستامو بيا هذا ما بقر مسلمة إن أنكو ها كريستامو بقولي لكن شارج يا بقرة ده جورسته بقرة ده النقطة وأقول له بيت هذا تاقبل إنسان
وحل صادرين البقر والربين الدين تكريستا كاقا تسيو بقرة دو قرسده شارشيو يمي دين تكريستا كو قلي بقرة دي بلو قوريي هل كاسوكو قرسده قياس عالم الإسلام الرقي كتلين يا مركز سيدي يفكريا بقرة دي يرو هايستا شارشيا يا مملكة داير هايستا إن أي قردون تهيبو إنن كيسا كريستا نغدقيا بقرة دي نوادن بايا هايستا إنا يرى مسلم وكريستا وبيدا تيسي بك بحينان وحما كنت رنين واسكا قرر إسا إسا قوة شوغي ومي دك تاقين واسكا طبطا ناوحان شوغي شبو يدو شاك برالي دالله بحبا يكوت ده ميدا دون كيسي دوميه ميشك شغيري ميد كميدا يابو قوي مو سرير تيسي سارا دابتنا واسكا يرحان حناتشي وحولي وحنا دا دين ويدو ما واحي كوت ده أما سيدا كوشوغ أما واد أركض دون تواح كقولها، وابي سكير عريسي، عيت الهلا قبته ألا مسافرية مال جاره لوحده، الله كحيي، مال جاره لوحده، نينكلنا ويسك جورستي سنال قاسك وحدنا، وابغر كي إنن كيسي، غير أنا الضال الله دري، إنه قبل كريستن كه جورسده، يعني حديثه ده نمحيت المامسة وحيت المامسة. سيدي ماديين ونغدين دات كان مسلمين تا يا عقائد الرميسيين انت اي تمر لك تا هاي دات كاسين ربناين مركا عالم الاسلام مركا كان وحكا دعيا وايس كسيو كوبا يا وقت قوار دماد من فلايا ان كستانا موسى ورغدي سيو لي هاي نين ليح بغول يا كوبا يلا باتن مركا تاريخ دو مريسي وحدبو بلا مي غياث الدين نكي لورين شراي نكسو ورني دولة دير عصوب آساسي منطقة فارس اللي ده دين تيدا بدن بو غفصدي وحاكو صواب بحي ننكالي وسعد الدين ابن الدكلا اللي ده دبيتنا نحدو دي بي اسكيد ديلين داد بدن باكو كالا دنتي أخيرا وحين نغطي غياث الدين إنه ماشي وصحوك بطن كره سعد الدين لير الريح كره وركاسي سيقو تاغن ومسلمين تساني سول الله ينسو أيا تطار كينا صدح كنا أسكري فارس وصدرين مدينة الري بي صوبا بيين ساوة بي صوبا بيين قمتن أرانتو أي دقين بي بابيين قاشان مغالا ليدا هذي بابيين حمدان بي سو بابيين فرسمدو دي بي دي بسو عليين واسد احكونونين جنك خسخان بي اتقان ايقو نباد غبا وايا لابد عيدان اي الرأي ميش جوغ ايقا استيليا غياث الدين يا سعد الدين ايقا استيليا طايفة يرو صد احكورنا مقالو ينكا يترتريسا ويسي ودا ليح بقول يلا بي اللاباتن تاريخ دو مركا يمريسي أيا دب وحوس أهم بابري جلال الدين كي وادي السندكة طلابي إنديا وطلابي إنديا الدولة غوريين ليدا دو مسلمين بادقن اسكم أنا يفعنين جلال الدين كان لكن إنه حقا اسكا واجه أبو تطارك كدور بضي كدبو دبو قصو طلابي وبيقى سند أنا لك أكون شوشين نمرة دو أحمد صوفر استغل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقتي قلنا عرنا أودي وكحنا رالنا على موضوع محاضرة سدحادي موضوع عن تطارك ما أنت نجوت إن شاء الله ولا الله وحنا وبيسين